نيجي بعد كده اللي هي الخطوة اللي بعد كده اللي هي تجميع السين. الفكرة ان انا عايز الترابيزة وعايز فوقها الكتب وعايز فوقها المنبه. المنبه محطوط جوه الدوم، وفي عايز شوية حاجات على الترابيزة بحيث تدي لايف او حياة للسين، زي شوية حصى صغير او كلام من ده. عايز برضو خيوط عنكبوت، تمام، واصلة مثلا بين كتابه التاني، واصلة بين الدوم وبين الكتب، تمام، وبين الترابيزة. فهي دي تركيبة السين اللي انا عايزها، وعايز مكان اكتب فيه التكست اللي انا هكتبها في افتر ايفكت. مبدئيا انا عندي السين هتبقى 960 في 540، هعمل كي، وعندي بعد كده عدد فريمات هيبقى مثلا بتاع زي ما قلت انا مش هرندر الانيميشن، انا هرندر ستيل فريم علشان الناس اللي وقت رندر عندها مش موجود. اول حاجه هروح لفايل لود اوبجكت سيت، وهقول له يوزر، ومن اوبجكت هحط اول حاجه اللي هي اللود تيبل. ده منظر الورد تيبل زي ما احنا عملناها طبعا. مش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2 ما كنتش مسنتر في الاكسس، وبالتالي هروح هنا واقوم عامل سنترايزيشن هي بالشكل. هكبر الترابيزه شويه، تمام، وهطلعها لفوق سنتي بالمنظر اللي احنا شايفينه. هعمل زوم ان من الترابيزه لان هو ده تقريبا تقريبا دي زاويه الكاميرا اللي انا هشتغل منها بالظبط، حاجه زي كده. فهروح لكاميرا ورايت كليك، وهعمل لوك او بروتكشن للكاميرا. كده انا شغال براحتي، كاميرتي خلاص موجوده والدنيا تمام. بعد كده عايزين نحط الاوبجكتس، هروح لفايل لود اوبجكت ريسيت يوزر اوبجكتس، واجيب الكلوك. الكلوك حجمها مقارنة بالترابيزة كبير، فانا هخليه صغير شوية والفها مثلا كده. وحاول تتفادى انك تحط الاوبجكتس بتاعك بيرفكت، يعني يبقى بزاوية ده يعني معمول بزاوية 90 ومش عارف ايه، تحطه كأنك بتهندسه. طبعا ده لا، يعني انت بتعمل سين المفروض فيها شويه من راندومايزيشن، فما ينفعش انك انت تعمل حاجه زي هاخد كده وهحطها كده اشوف الكاميرا ان انا هظبط الكاميرا بعد ما اظبط السين والكلوك. حاسس برضه انها كبيرة شوية كده. بعد كده هروح لفايل تاني واخد الدوم. الدوم كبيرة جدا، فايدة ان احنا حطيناه جوه نل، اعتقد يعني خدتوا بالكم من فايدتها دلوقتي. هنا بالشكل.
بعد كده هروح تاني واخد يوزر اوبجكت سكوب افتكر ان الكلون. طيب انا لو جيت عملت كده وعملت رايت كليك وقلت له كورنت ستيت، في الحاله دي انا مش عارف الكلون. كومبوزيت طبعا الراندوم مش عايزه، سبلاين مش عايزه، يبقى انا كده عندي الكباسيتي. الحركه دي كانت حاصله لان احنا كنا شايلين الاين كلونز، علشان كده كان الكلونر بيشتغل بمزاجه في حته تانية خالص، مش بيعمل الاينمنت مع الباص. فده كده الكتاب، و كنترول وهسحب. كنترول وهسحب تاني، هاخد ده كده شوية، وهاخد ده كده، وهاخده كده. زي ما قلت، الفكرة اني انا مش عايز اودي حاجة منتظمة خالص، يعني عايز اخلي كل حاجة كأنها فعلا فيها راندومايزيشن كده. كده ابدا ساند على كعبه كده، طبعا كده كده هبل. تمام كده، مش عارف انا كمان لخبطني في نفوس، مش عارف عملت ازاي. طيب زي ما انت شايف، انا بحاول ان انا بشتغل شويه بالورلد اكسس، وشويه باللوكال على حسب ما انا بلف في السين. انا يعني مش شغال بحاجه بعينها. لو رحت كده زود صح غلط، الكتاب ده كده دار على الاثنين اللي ورا، فانا عايز الاقي طريقه اني احط الكتاب ده بطريقه ما تداريش على كل اتنين اللي ورا. ممكن ما يلفوش خالص كده مثلا، ويبقى كأنه ما عملش واحد. ونخلي كعب او ممكن نخليه كمان كاسر، يعني قافل الفيو بتاع الكاميرا، وده هيدي شكل ازرق. طبعا مش ده مش اللي حاصل قدامنا، ده هيدي شكل ازرق. السين لي اوت من الحاجات المهمه قوي على فكره، قوي قوي. طلعت مظبوطه، الدنيا طلعت بايظه، الدنيا تمام. فاحنا عاملين هطلع بره الكاميرا، تقريبا هستقر على الزاويه دي، هاخد كتاب لجوه شويه، مش عايز يقفل على الزيرو شوك. ايوه طيب كده الدنيا
تهزري. انا بقى عايز اعمل خيوط عنكبوت مثلا بين الكتاب وبين القعده، وبين الكتاب ده وبين الكتاب ده وبين الكتاب ده وبين القعده بتاع الترابيزه. قبل ده انا عايز اعمل شويه حفر، شويه اكيد في شويه رمل، شويه حفر، اي حاجه يعني. دي هتتعمل ازاي؟ اولا كده خلاص احنا هنلوك دي في نخبطها في البروتكشن ونروح هنا. تعالوا نجيب حته سفير وبعد كده حاجه كده جوه السفير. السفير الاول انا هزود عدد السجن بتاعتها ولو ان هي صغيره جدا، بس انا زودت ده لان انا عايز احط جواها حاجه تعمل نويز. وعندي طرق كتير جدا لموضوع حاجه تعمل نويز. هروح للسفير وكليك اخليها اديتابل. ممكن ان انا احط جواها ديسبليسر وده اللي انا احب اشتغل بيه، و ممكن احط راندوم افكت، بس انا احط ديسبليسر عشان تشوفوا الديسبليسر بيعمل ايه. هحط ديسبليسر بالشكل ده كده وهعمل له الاينمنت على مش مشكله، بس بحب اعمل الاينمنت. ديسبليسر بيعمل زي ديسبليسمنت يعني، خليها منبعجه وحاجات غريبه كده. فانا هروح للشيدنج، في الشيدر هقول له حط لي نويز كده. طبعا ليه كده؟ لان النويز هنا حجمه كبير جدا، فانا عايز اقول له جلوبال سكيل مثلا بواحد ولا حاجه، طبعا حاجه فوق. في الديسبليسر تمام، في اوبجكت الهايت ب 10 سم حاجه كده تمام. نرجع بقى للنويز نفسه وناخد ستوبل التربيلنس مش عارف مين. والله هو ده ابن حلال، تعالوا كبرناه شويه. في اللوك يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اشوهاش بالظبط حاجه كده تمام. في الديسبليسر نفسه هقول له التنسكي مش عايز السنتر ده عشان ما تتشفطش للنص زي ما انتوا كنتوا شايفين من شويه. هرفع الاوكتاف 20 عشان يبقى تفاصيل كتير، وهرفع الدلتا برقم عالي قوي. هرجع بالجلوبال سكيل خلصنا من دي. رايت كليك كارنت سيت، يبقى دي كده هنسميها مثلا روك 01. طب انا سبت الثانيه ليه؟ بص كده هناخد دي وتعالى للديسبليسر. انت عارف في ميزه في الحركه دي ايه؟ انك انت تيجي هنا كل الحكايه بس غير ده بقى عندك واحده ثانيه، غير ده تمام بقى عندك واحده ثالثه تمام، حاجه كده مثلا حلو. فافتكر يعني كفايه الاثنين دول. رايت كليك كارنت ستيت اقول لكم عادي. هنروح هنا واروح للنويز ويفي ترك، بلاش ويفي ترك بس خليك اف بي ام تمام. اف بي ام ده رخم شويه بتاعه. في الديسبليسر انا ممكن اروح هنا واخلي ده بوينت ودي تبقى انتنسيتي سنتر. لا جميل ماشي بس يعني هي الفكره في كده في حته الراندوم ظريف قوي. جميل نيجي هنا بقى دي صغرها لا صغر هم كلهم هيتصغروا اصلا. بس بصوا بقى لما بصغرها بالديسبليسر بيحصل مشكله اللي شفتوها من شويه، الدنيا بتاعتها بتتغير. انا دي كده هشيلها خلاص واجي هنا كده بقى خلاص انا هصغر براحتي خالص. ودي نفس ودي بعد كده دول عشان نبعطرهم هنا بقى. ممكن على فكره ان احنا نحط كلونر
ممكن نحط كلونر وممكن نعمل حاجة ظريفة. ممكن ناخد دول، هاخد سن دي بارتكلز امتر. البارتكلز زي ما انتوا هتشوفوا كمان شوية هي عبارة عن نظام جزيئات. يعني انا هصغر الامتر ده كده، لو احنا عملنا بلاي هنلاقيها كده. جميل. وانا عايز دول يبقوا هنا واقوم عامل ايه؟ يعني اقوم عامل لافف دي كده 90 واقوم مطلعها فوق كده. انتوا عارفين اللي بيمسك شويه حصو كده ويقوم رافعهم في الهواء ويسيبوا بينزلوا، هو ده اللي انا هعمله. خلاص انا هعملها كده، هو ده اللي انا عايزه. بس انا اروح لبارتكلز البيرث اديتور والبيرث ريندر، الاثنين دول اللي هم عدد البارتكلز. طبعا هم 10 10، خلي بالك كل 25 فريم او 30 فريم. انا هقول له مثلا 30 و30، لان لو جيت عملت كده هلاقيهم بالمنظر ده. بس انا مش عايزه يفضل شغال، انا عايز حبه ينزلوا وتقف. فانت هتعمل ايه؟ هنا بيقول لك الستارت ايميشن كام والستوب عند كام. انا هقول له الستوب عند 10، يعني في خلال 10 فريمات دول يكون عمل كده اهو. تمام. بس طبعا جميل، هو ده اللي انا عايزه. خليه 20، يزود العدد شويتين. ايوه حلوين قوي دول. دول بقى انا عايزهم يعملوا، عايزهم ينزلوا يخبطوا في الترابيزه ويخبطوا في الكتاب، لا في الكتاب ده، يعني يخبطوا في ده كله. تمام. طب جميل. قبل اي حاجه الاول انا عايز اخد دول واحطه جوه الاميتر، واجي على الاميتر واقول له انا حاجه اسمها شو اوبجكتس. خدتوا بالكم دي اللي هتبقى نازله لي. حلو. انا هبعد كده ومحمد هم دول. تمام. بس هم يخبطوا ويقفوا هنا ازاي؟ عن طريق بقى ان انا لو رحت لدول وعملت، بس لازم ارجع من الاول، رايت كليك سيميوليشن تاجز ريجيد بودي. كونك انك تحط التاج ده على حاجه من دول كده انك حولتها داينامكس. يعني ايه داينامكس؟ يعني لو قابلت اي حاجه تخبط وترد وتطلع وتنزل فيزيكس. بس لو انا جيت عملت كده حتى على الرغم ان هي واخده دايناميك تاجز، تاخدوا بالكم الميتر نفسه وقع. تمام. الميتر نفسه وقع. فانا عايز احط ده هنا كده زي ما انتم شايفين الدنيا هنا بايظه شويه، فانا هشيله هنا واحطه على دول. ونخلي بالنا في الدايناميك تاج في عندنا حاجه اسمها individual elements، هقوم قايل له all بقى بالمنظر ده. طبعا الاميتر ما نزلش بس البارتكلز نزل، بس نازله بسرعه قوي، نازله سريعه قوي، وهي اصلا كمان ليها سرعه. يعني لو خدنا بالنا هنا انا عندي سبيد، طب لو خدنا بالنا في هنا سبيد، فانا مش عايز السبيد دي فوق كمان الدايناميك. بس خلي بالنا الدايناميك دايما شغال بحاجه اسمها الجرافيتي، فانا عايز اقلل الجرافيتي شويه. من منين؟ كنترول دي داينامكس اكسبرت جنرال، اسف، جرافيتي. الجرافيتي ب 1000، انا عايز اقول خليها 10، هشغل على سكيل صغير قوي اهي كده نازله زي الفل. تمام. 10 حلو. طيب كده كويس. طب بس هي خلي بالك، بص كده هتقابل الترابيزه والكتب وهتعدي ولا كانهم موجودين. ده ليه؟ لان الدايناميك انجن بتاع السينما، الدايناميك انجن بتاع السينما شايف دول دايناميك لكن مش شايف دول. فانا لازم اقول ان دول كولايدرز. يعني ايه كولايدرز؟ يعني لو في دايناميك بادي خبط فيهم يحصل انتر اكشن، يتفاعلوا مع بعض ويخبطوا ويردوا والكلام ده. خلي بالنا كده، هي خبطت فين؟ هي تخبط هنا وتخبط هنا وتخبط في الكتاب ده، يبقى احنا هنحط الكتب. طيب نروح كده ل بوك تول. اول هنحط الجسم بتاع الكتاب، فانا هعمل
مش عارف هي يعني. ما افتكرش ان مش محتاجين نحط ده، احنا محتاجين ده. رايت كليك سيميوليشن، المره دي هقول له كولايدر بادي. خلاص نفس القصه، بوك 1 رايت كليك سيميوليشن كولايدر بادي. وعندي بعد كده في الدوم انا عايز القعده بتاعتها بس اللي هي دي، خلاص اللي هي ده اهي، رايت كليك سيميوليشن كولايدر بادي. والتيبل رايت كليك سيميوليشن كولايدر بادي. تعالوا كده نشوف ايه اللي هيتم. هتخبط اهي، بس شايفين خبطت وطلعت فوق وهترجع تنزل تحت تاني. مش عايز كده، انا عايزه انا بس عايزه تنزل بس وخلاص، مش عايز اعمل تفاعلات وكلام من ده. فانا هروح للديناميك، وخلي بالك في حاجه اسمها الباونس والفريكشن. الباونس يعني لما تنزل تخبط ترد قد ايه. انا مش عايزها ده اتنين حلوين قوي اتنين. الفريكشن يعني مقدار الاحتكاك، كل ما ده يعلى كل ما الحاجه لو نزلت هتخبط مش هتتحرك، زي ما تكون ماسك كوره بينج بونج كده بتزحلقها على سجاده، هي شويه هتقف تمام لان معامل الاحتكاك عالي. فالفريكشن اقول له مثلا بتاع 10، هنا 2 وهنا 10، يبقى في كل دول 2 10. القيم دي يعني القيم دي بالتجربه على فكره، ممكن ما تظبطش معاك فتغير غير تمام. نشوف حبه بقى على الكتاب، حبه على الترابيزه تمام، حبه راحوا هنا بقوا بالشكل. يمكن اعلي الاخ ده شويه، خلي بتاع 20 بس، هعمل 30، خلي ده بتاع 25. دي حاجه تانيه، انا محتاج المتر ده محتاج اخليه كبير شويه عشان انشرهم على مساحه واسعه من الترابيزه. وتقريبا كده والله اعلم انا هحتاج ان انا اخد التاج ده واعمل دبل كيتا واديه للاكسترود ده. نروح للمتر و نشتغل تاني. خلي بالنا لما انا عملت سكيل للمتر عمل سكيل للاوبجكت سي، فكنترول زد تمام. هاخد هطلع دول مؤقتا بره البتاع واخد ده واعمل سكيل وارجع اخد دول من جوه تاني. عليت قوي عليت قوي ليه؟ هرفع الاميتر ده لفوق وهعمل كنترول دي واروح هنا للجرافيتي واخليها مثلا 50. بس لان الجرافيتي كانت عاليه جدا كانت قليله جدا اسف، فعلشان كده بصوا بقى انا هستنى خالص لغايه ما يوقف. هستنى خالص لغاية ما يقفوا. حلو قوي الفريم ده تمام. هاجي على البارتكلز واضغط سي، انا عاجبني مثلا الباونس كتير. عايز فريم يبقوا هما كلهم
كلهم على التيبل على الترابيزة. فريم زي ده. هاجي هنا للدايناميك تاج واروح لداينامكس وهقول له انا حاجه اسمها سيت انيشال ستيت. طالما قلت له سيت انيشال ستيت هي الحاله دي هتبقى بتاعته. تمام، الحاله دي هتبقى بتاعته، يعني كانه بادئ وهو كده مش وهو فوق. طيب احنا عشان نثبت على الحاله دي، يعني انا عايز يبقى احولها لاوبجكتس، احول دول كلهم كده لاوبجكتات. تمام، اجيبها ازاي؟ اولا لو انا جيت اعمل سي مش هتنفع، كارنت ستيت مش هتنفع. خلاص ليه؟ لان الدايناميك تاج ما بيتحسبش زي ريجولار انيميشن. تمام، فلازم ارجع من الاول واروح على الدايناميك تاج ده. خلي بالك هنا حاجه اسمها ايه؟ كاش. خلي بالك انا على الدايناميك تاج مش على دول. تمام، فانا هروح الاول على دول اظبطهم قبل اي حاجه، لان لو عملت كاش عشان ارجع اعدل حاجه تاني هسيميوليت من الاول، هعمل سيميوليشن الاول كده كل حاجه تمام. هروح هنا كاش بيك اوبشن، تمام. لو جيت اعمل ليه هروح للبارتكلز، وفي الحاله دي اقدر ان انا اروح للبارتكلز رايت كليك كارنت ستيت تو اوبشن، روح كده البارتكلز ديليت كل دول، خلاص مش عايزين في حاجه، ديليت 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 وكده. بدل ما اقعد اوزع بايدي، لا انا بقى عندي الحاجه ناتشرال. تمام، بل بالعكس كمان اقدر ان انا اسلكتهم كلهم واروح للسكيل، او من غير ما اروح للسكيل مش شرط، حتى نروح لحاجه حلوه قوي، اروح لموجراف واحط فراكتشر اوبجكت، ميدل كليك على الاميتر، ميدل كليك تمام، وكنترول وشيل السلكشن من على الاميتر، خد السفيرز دي كلها حطها جوه الفراكتشر ده. ده بس انا عملتها ليه كده؟ علشان يبقى ده كموجراف اوبجكت بس. الهدف منه ايه؟ الهدف ان انا اروح لموجراف افكتور واخد هنا حاجه اسمها راندوم. بصوا راندوم هيعمل ايه؟ هيوديه كل واحده في ناحيه، انا مش عايز كده. انا هنا في الترانسفورم لو رحنا في البارامترز بتاعته هلاقي انه بيعمل لها راندومايزيشن على البوزيشن 50 ل 50 ل 50، طبعا كتير قوي. انا ممكن اعمل راندوم بس مش على واي، واي دي زيرو. تمام، انا ممكن اعمل راندوم مثلا ب 2 سم ل 2 سم كده يعني. تمام ماشي، بحيث ابعطرهم شويه زياده، ولو ان هنا في بارتكلز مرفوعه ما خدتش بالي منها، بس يعني بوزيشن زد بزيرو. يبقى مش هنعمل بوزيشن اصلا، خلينا كده زي ما احنا. تمام، انا هشتغل على سكيل بس هقول له يونيفورم سكيل. في الحاله دي بقى لما انا هعمل كده انا هصغر حتت واكبر حتت، فانا عايز اعمل حاجه زي كده مثلا، بس اروح لافكتور ده وفي عندي حاجه اسمها مينيمم وماكسيمم، فانا عايز اعمل كده او اخد الماكسيمم ده اخده كده، لان انا عايز اعمل هنا انت بتعمل زي ليميت للافكتور، ما بتخلوش يعلى عن ده ولا يقل عن ده. فانا فعلا عايز اعمل راندومايزيشن، بس انا مش عايز اعمل الراندوم واحس ان هو كبر، يعني بالمنظر ده كده الدنيا زي الفل، خلاص كده الدنيا تمام جدا، تمام قوي تمام قوي قوي قوي. طب كده جميل، خيوط العنكبوت ازاي؟ وخلي بالك احنا هنحرك خيوط العنكبوت، هقول لكم ازاي بقى في المحاضره الجايه.